الا كتحضري لي غوفر وما كتسمعيش هاد التقرميشه غير بدلي ديك الوصفه باش كتحضريهم. اليوم غادي نعطيكم واحد الطريقه اللي سهله وبسيطه وبدون اختمار باش تحضري لي غوفر ويجيو مقرمشين ورائعين بزاف. تبعوا معايا الطريقه. اول حاجه كناخذ واحد لوبول كندير فيه 3 ديال الحبات ديال البيض، كنضيف عليهم كيس ديال السكر بالنكهه ديال الفاني، غادي نضيف ايضا نص كاس ديال السكر سنيده او سكر خشن، رشيشه ديال الملح لتحسين الذوق، كنمزجهم مزيان. من بعد غادي نضيف كاس ونص ديال الحليب وجميع المكونات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، والكاس باش كنعبر هو الكاس ديال العنبه اللي هو كاس الشاي المغربي. صافي كنضيف هذاك الكاس ونص ديال الحليب، كنخلط مزيان، ومن بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق احتاجي 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض اللي يكون مغربل. صافي هنا درت جوج كيسان وهذا هو الكاس الثالث، كنضيف جميع المكونات دفعه واحده لان المقادير مضبوطه. غادي نضيف ايضا خميره الحلويات، احتاجيت خماره ونص ما يعادل 12 غرام. صافي كنخلط هاد المكونات هادو، كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون ثقيل نوعا ما. فهاد المرحله غادي نضيف الزبده، احتاجيت كاس لاروب ديال الزبده ما يعادل 100 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها. كتذوبوها مزيان حتى كيبان لكم اللون ديالها بدا كيتحمر وما كيبقاش فيها الحليب كيف ما لاحظتوا معايا، غير الزبيده فقط. بالنسبه للنوعيه ديال الزبده كتستعملوا زبده حيوانيه الا كانت متوفره، ما متوفراش تستعملوا زبده نباتيه. صافي كنمزج الزبده مع باقي المكونات، كنجمع هكا الجوانب ديال الخليط وكنغطي عليه بالبلاستيك الغذائي وكنديرو في الثلاجه مده ديال نص ساعه، عاد من بعد كندوز باش كنطيبو. بالنسبه للاله ديال لي غوفر كنشعلها على اعلى درجه كاينه، من بعد كنخليها كتسخن مزيان مزيان، عاد كندير فيها داك الخليط ديال لي غوفر. انا هنا درتو في واحد الكيس بلاستيكي باش كيسهل عليا انني نوزعو مزيان، ماشي ضروري. اما كتستعملوا كيس بلاستيكي الا كان متوفر، ما كانش متوفر كتهزوا الخليط غير بواحد الملعقه وكتحاولوا انكم هكا توزعوه. صافي كنخليها يعني كطيب مده ما بين 4 دقائق حتى 5 ديال الدقائق، كل وحده والاله ديالها ودرجه الحراره اللي فيها. صافي شوفوا لي الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، ضروري كتخليهم كيتحمروا مزيان باش هكا كيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم. الا خليتوهم بيضين كيبانوا لكم في الاول بانهم شويه مقرمشين، غير كيبردوا كيرجعوا كيرطابوا. صافي هنا غادي نعاود كميه واحده اخرى وكنغطي عليها، كنخليها كطيب حتى ما كيبقاش كيطلع لي البخار من الاله ديالي نهائيا. الا حليتو عليهم لقيتهم مازال شويه ما محمرينش مزيان، عاودوا سدوا عليهم وخليهم يكملوا التحمار ديالهم. هنا بعد ما كنحيدهم من الاله ديال لي غوفر كنحطهم فوق من واحد الشبيكه كيف ما كتلاحظوا معايا، كنخليهم حتى كيبردوا تماما، عاد كنحطهم في طبق التقديم. الا حطيتهم مباشره هما مازال سخان فوق من طبق التقديم، كونوا اكيدين بانهم غادي يعرقوا وغادي تعجنوا. شوفوا لي ما شاء الله الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، كيجيو مقرمشين من على برا وطريين من الداخل. سمعوا لي التقرميشه، فعلا كيستحقوا التجربه. هنا بالنسبه للزينه راه كيبقى اختياري زينتهم بالشوكولاته، شويه ديال القرقاع وشويه ديال الفرومبواز. جربوهم، ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، ما تنساوش تنضموا لقناتي عنوان الحدق على اليوتيوب وتشاركوا في مسابقه راه مازال مستمره. وحد موفق لكم جميعا والى اللقاء.